مشاهدينا الكرام، بنرجع مرة تانية. وبالفعل شهر رمضان بلمة العيلة الجميلة، بالعادات الغذائية الجميلة، بروحانياته، عايزين نحاول بقدر الإمكان إن هي تستمر، يعني هذه العادات والتقاليد اللي اكتسبناها خلال هذا الشهر الكريم تستمر معانا حتى بعد عيد الفطر المبارك، تستمر معانا روحانياته، تستمر معانا التصالح والسلام والهدوء النفسي، ويعني ربنا يعود علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات. هنتكلم النهاردة عن العادات الغذائية اللي عايزين نحاول نبتعد عنها تماما. الحقيقة في هذا اللقاء بتسعدنا وبتشرفنا الدكتورة أمل زكي، أخصائي التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية. دكتورة أمل، أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة وبالصحة والسلام. وحضرتك طيبة وكل السادة المشاهدين ومستمعين بخير وسعادة يا رب، ويعود عليك اليوم بخير يا رب، وعيد سعيد علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا. دكتورة أمل، يعني المفروض أن شهر رمضان بيكون فرصة لتخلص الجسم من السموم، فرصة أن احنا نتعود أن الوجبات تكون منظمة، أن احنا نتعود أن احنا نضغط على نفسنا شوية عشان يبقى فيه مسافة بين كل وجبة والتانية، وبنصوم تقريبا 16 ساعة. لكن للأسف في البعض فعلا بيلتزم وبيستفيد من حكمة الصيام، وفي البعض الآخر بعد الفطار بيبقى مقبل بشكل شره جدا على الحلويات. خلينا نبدأ من الفئة الثانية اللي هي بتاكل حلويات كتيرة جدا وبتكتسب وزن كبير في شهر. ايه السبب يا دكتورة؟ يعني هو السبب طبعا مش في رمضان، مش العيب في الصيام، يعني هو العيب العادات السلوكية الغذائية اللي احنا بنتبعها. يعني الناس بتسهر، بتفضل من حد المغرب لحد السحور صحية، فطول الوقت ده كله عايزه سناكس، عايزه حاجه حلوه، عايزه تاكل. فبدل ما تاكل وجبتين اللي هم فطر الفطور والسحور، لا بتاكل اربع وجبات خمس وجبات من كل شويه، فالسعرات الحراريه بياخدها عاليه جدا. يعني السكريات، الكنافه والقطايف والحلويات والحاجات دي كلها سعراتها حراريه عاليه جدا، فبالتالي كل دي طاقه ما بتخزن جوه الجسم في صوره دهون. لما بيجي الصبح بيبقى نايم فترات طويله، او المجهود اللي بيبذله النهار مش هو المفروض اللي يبذله وهو صايم، لانه المفروض يكون هو صايم يمارس نشاطه الطبيعي جدا عشان يحرق كل الدهون اللي خدها، وده ما بيحصلش. فبالتالي بيحصل ايه؟ زياده في الوزن. هي مشكله في العادات الغذائيه اللي احنا بنستخدمها. طيب في البعض بيقول انا ببقى في يعني بيبقى غصب عنه، بيبقى زي ما بنقول كده هو بيبقى فعلا عنده شراهه في اكل الحلويات، هل ده تعود ولا هل دي عنده مشكله ولا يعني هو تعود طبعا. بس احنا ممكن عايز حاجه مسكره، في واحد يقول لك انا عايز حاجه مسكره، ايوه بالظبط، ادي له فاكهه، الفاكهه مش هتزود وزنه ولا حاجه، او في نفس الوقت اديت له الاحساس انه عايز حاجه مسكره. لان السكر اللي موجود في الفاكهه عباره عن سكر فركتوز. هو اثنين سكر، واحد سكر احادي اللي هو جلوكوز، وسكر ريبوز. سكر ريبوز ده سكر خماسي، الجسم ما بيقدرش يستفيد من السكريات الخماسيه، فبيتخلص منها عن طريق البول، فبالتالي كانه خد واحده بس سكر احادي واحد. فمهما خد منه كميات مش هيزيد في وزنه ولا حاجه، بالعكس اداله فيتامينز، وكمان بيبقى فيه املاح واملاح معدنيه وفيها الياف. يعني لو خد برتقانايه او تفاحيه اديت له احساس بالشبع لان فيها الياف، فقعدت معدته اكتر. انا اعتقد يا دكتوره حتى الفاكهه اللي دايما بنقول فيها نسبه كتيره زي مثلا البلح والعنب والتين والمانجا، هي مجموعه كده يعني كلنا عارفينها، اعتقد برضو هتبقى اخف على الجسم طبعاً. من السكريات اللي هي زي الكنافه والقطايف اللي بتبقى فيها كميه دهون وكميه طبعاً. سكريات. اولا السكريات بتاعه الفاكهه عموما احنا قلنا انها سكر فركتوز، خلاص فدي سهل جدا صريحه الامتصاص وما بتعملش اي مشكله خالص، والزياده منها بيخرج في صوره بول. انما السكر اللي احنا بنتحط في الكنافه والقطايف عباره عن ايه؟ عباره عن سكروز. اثنين سكر جلوكوز اثنين، يعني دبل، يعني ضعف سكر الفركتوز، كانه بياخد طاقه اكبر. الى جانب بقى الدهون النشويات اللي موجوده في الكنافه وبتاع، فدي السعرات الحراريه بتاعتها اعلى. يعني معلقه السكر بس فيها 20 كيلو كالوري، معلقه السكر بس، فتخيلي بقى صينيه فيها معلقه ونص سكر، كوبايه قصدي، بس كمان يا دكتوره سكر ودهون ونشويات ودقيق وكله. ما هو قطعه الكيكه بس لوحدها 260 كيلو كالوري صغيره، فاحنا
طيب في بعض الاراء او بعض المعلومات انا هقول لحضرتك وحضرتك تقولي لي اذا كانت صح ولا غلط. انه في بعض بيقول يعني اساتذه التغذيه انه حتى لو حبينا ناكل كنافه او قطايف ما يبقاش كل يوم، يعني يبقى يوم مثلا قطعه كنافه، ثاني يوم لا مش هناكل حاجه النهارده، هناكل برتقانه او تفاحيه بس، بعدها يعني يوم ويوم. مش عارفه برضو ده صح او غلط. بصي احنا خلينا نتفق ان الفاكهه دي دائما ابدا موجوده في البيت، تمام، كل يوم ناكل فاكهه كل يوم على قد ما نقدر يا ريت. والموز حلو جدا قبل السحور، بيمنع من العطش، في بوتاسيوم، يعني الفاكهه عموما كويسه. ايوه صحيح، صحيه تماما، ما فيش فيها مشكله. الحلويات ما عنديش، ما فيش مشكله انك تاخدي قطعه بس واحده بس، ما تبقاش الصينيه كلها انا خدتها. يعني ما تبقيش، ما انت لو قلتي يوم تاخد الصينيه كلها في اليوم. لا طبعا. لا أيوة. احنا خلينا ايه الاعتدال. بصي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هو صحيح. احنا دين صحيح. الاعتدال الوسطيه في كل حاجه. يعني الواحد ياكل وكل اللي انت عايزه بس بكميات قليله بس. تمام. طيب في انظمه في الدايت دلوقتي حديثه يا دكتوره اللي هي اسمها الصيام المتقطع، ففي بعض الاراء برضو بتقول ان احنا ممكن يعني نستثمر فرصه صيام شهر رمضان وخلاص احنا تعودنا اهو على صيام ال 16 ساعه، ان احنا نستمر بقى حتى بعد العيد في ان احنا ناخد الصيام المتقطع ده كاسلوب حياه، يعني على اساس ان هو بيدي فرصه للمعده ان هي ترتاح مثلا 8 ساعات او 10 ساعات، بيدي فرصه للجسم ان هو يحرق. ايه راي حضرتك؟ ما هو ده احنا، انت لو جيتي قسمنا الثلاث وجبات فطار وغدا وعشاء هتلاقي نفسك انت فعلا بتقعدي 8 ساعات دول ما بتعمليش فيهم حاجه. انا ما بقعدش اليوم كله بقعد اكل، لا. هي بس نوع الاكل اللي انا هاكله هيبقى ايه. ما انت ممكن تعملي فعلا زي ما حضرتك بتقولي، بس اجي في الاخر اقوم واكل اكله كل اللي انا عملته ده كله ده ضيعته خالص. وفي ناس تقول لك لا انا مش هفطر، بس مش هفطر عشان خاطر يبقى انا ايه. بالعكس، الناس اللي ما بتفطرش وزنها بيزيد. صحيح. فلازم وجبه الفطار دي وجبه اساسيه تماما، وخصوصا الاطفال اللي هم لسه جسمهم بيبني، ويعني فتره نمو. ده مهم جدا جدا فتره وجبه الفطار، لانها يعني بتدي له طاقه يقدر يمشي بيها. انما لو ما لو قعد من غير فطار الصبح، صحيح، هيجي على الغداء هيبقى شاهي جدا، يبقى جعان، هياكل كميه اكبر من اللي هو بياكلها. انما نعود نفسنا ان احنا ناكل كميات قليله. كميات قليله. طيب زمان برضو يا دكتوره في انظمه الدايت كان الحاجه الرئيسيه اللي هي سناكس، اللي هي مثلا بنفطر الساعه 8، في سناك الساعه مثلا 12 او 1، بعدين بنتغدى الساعه 3:30 4، في سناك الساعه 7 وفي العشاء. دي كانت الانظمه يعني الى حد ما المعتاده والمتعارف عليها باختلاف طبعا انواعها وكمياتها. حاليا بقى في اتجاه جديد ان هو لا، هنفطر الساعة مثلا 8:30 أو 9 صباحا، مش هناكل أي حاجة خالص غير شرب المية فقط لغاية الساعة 3 أو 4 الظهر. يعني إيه رأي حضرتك؟ إيه الاختلاف ما بين ناخد سناك ولا ما ناخدش سناك؟ بص حضرتك، هو ده بيختلف على حسب حاجات كتير قوي. أولا طبيعة الشخص والعمر والجنس، ويعني لو في ناس ما تقدرش تقعد فترة طويلة ما تاكلش، يعني حاسه انها بتبذل مجهود كبير فلازم تحتاج حاجه كده بين الوجبات، تاخد وجبه بس صغيره فعلا، ده هتبقى كويس قوي. بس ايه، يبقى الوجبات بتاعتها متقسمه على ايه، مدار اليوم. في ناس تانية مشاغلها ما تقدرش تعمل ده، انا ما اقدرش اعمل غير ان انا اكل وجبه في ميعاد معين او لما برجع من الشغل. فدي برضو ما فيش مشكله فيها. اهم حاجه ان الواحد يبقى عارف هو مش واخد قد ايه كالوري. لا مش قصدي كده، ان هو يقنن كمياته، تبقى فيها كل حاجه، فيها كربوهيدرات بروتين وفيتامينز واملاح، سلطه اهم حاجه. السلطه دي بتدي احساس بالشبع يعني كبير جدا. يعني انت لو اكلت طبق سلطه كميه غذائيه عاليه جدا، فيها فيتامينز واملاح معدنيه، بتحافظ على السوائل، بتمنع الامساك، ويعني مفيده جدا للهضم وعصر الهضم، فيعني فوائدها كبيره. طب اسمحي لي يا دكتوره امل، يعني هل هنا الشخص هو اللي بيحدد ولا ممكن الدكتور مثلا استاذ التغذيه اللي بيتابعه يقول له لا انت مش هينفع معاك نظام السناك ده، انت لازم مثلا تفضل صايم فتره طبعاً كبيره علشان ده يجيب نتيجه ايجابيه طبعاً في ان هو يقلل وزنك؟ دي بتعتمد على ايه؟ طبعا بص، بتعتمد على ايه؟ وزنه وطوله او اصل الشخص اللي فيه الاول. خلينا نقول ازاي الشخص يعرف بشكل سريع وازاي يحسب وزنه. يعني في الوزن مثالي ولا لا، ولا اوفر، ولا في اكتر من طرق صراحه. انت ازاي تحسبيها؟ اقول لك اسهل الطرق. انت بتشوفي وزنك كام
وطول كام وتقسيم الوزن على طول. لم لو هو الرقم اقل من 18 ونص يبقى ده نحيف قوي. يعني عنده نحيف الوزن على الطول. الوزن على الطول. لو الرقم ده اداني من 18 ونص لحد 24.9 يبقى ده نورمال، ده المثالي. الوزن على مربع الطول لا وزنه على الوزن على طول بس. يعني لو قلنا الوزن مثلا لو الوزن مثلا 75 كيلو وطوله مثلا 170 يبقى ايه، يبقى هو المفروض يبقى كام؟ 70 مثلا، يبقى ال 100 الوزن على احنا قلنا الوزن 75 كيلو مثلا على طوله 170 سنتي مثلا. فالرقم ده لو كان يساوي اقل، يعني وزن زرنج بقول لو كان اقل من 18 ونص هيبقى نحيف. ما بين 18 ونص لحد لحد 24 و9 من 10 يبقى ده المثالي. من 25 ل 30 ده اوفر، يعني عنده من اكتر من 30 ده يبقى ايه وزن، يعني ده لازم بقى يروح لدكتور سمنه بقى، يعني لازم يروح لدكتور تغذيه عشان يقلل له. عشان في طريقه ثانيه اللي زي ان انا احسب، يعني اعتمدت على ازاي احسب نسبه الدهون. أيوة. يعني ادق شويه. باخد ايه، بقيس الطول بتاع الوسط محيط الوسط ومحيط الايه الارض اللي هي من هنا اطول حته تمام، واشوف النسبه ما بينهم دي بتحدد لي نسبه الدهون اكتر، لان دي اكتر وقت اكتر مكان بيتجمع فيه الدهون. وبالتالي النسبه دي برضو لما احسبها النورمال تقريبا 7 من 10. ده الانسان الايه النورمال. ايوه. والشخص العادي اللي هو البالغ اللي ما فيش نمو، يعني هو المفروض بيحتاج في اليوم بالنسبه للذكور، عشان بتختلف من ذكور او اناث او اطفال. أيوة. او حوامل او أيوة. كده يعني كل أكيد. واحد بتختلف. يعني لو شخص عادي مثلا بنت بلغت ومش هتنمو، يعني ما تحتاج تقريبا حوالي 2000 سعر حراري في اليوم. لما لو مثلا هي عايزه تخس تاخد 1500 سعر حراري، ده هيخسسها كيلو في خلال اسبوع لوحدها. يعني هي تتابع ازاي تعرف تعمل ده. طيب خلاص اوكي، عرفنا وزن زرنج انا زيت تقريبا كده. انا زايد 5 كيلو 10 كيلو اقل شويه، ابتدي اعرف، لان كل ده بيأثر. يعني النحافه كتير قوي طبعا بتعمل مشاكل. طبعا ضعف وانيميا والسمنه الزياده برضو بتعمل مشاكل. صحيح. فالاثنين ليهم مشاكل، فاحنا عايزين نكون جسمنا صحي سليم عشان ان شاء الله ربنا يدينا الصحه ونقدر نكمل. يعني ربنا يدي الصحه للجميع. طيب دكتوره امل، واحنا بقى خلاص يعني قربنا بنودع شهر رمضان قبل عيد الفطر، طبعا حضرتك عارفه العادات المصريه والكحك المصري الجميل والبتيفور بقى والغريبه والاشكال والانواع المختلفه. برضه هقول لحضرتك بعض كده المعلومات اللي قد تكون صح وقد تكون غلط. في البعض بيقول نشرب شاي اخضر كتير علشان يساعد شويه في يعني التخلص من السمنه طبعا والدهون الزياده من اكل الكحك والبسكوت، هل ده برضو صح ولا غلط؟ أيوة. وناكل الى يعني كام واحده تقريبا في اليوم؟ يعني حلو السؤال ده، جميل قوي. خلينا نتفق ان الكحكايه فيها 400 كيلو سعر حراري. 400 سعر حراري كتير يا دكتور. البتيفور فيها 90. البسكوت الواحد فيه 110. الغريبه مثلا فيها 120 كيلو. فانت يعني ما تمنعش نفسك ولا حاجه، هي واحده بس في اليوم. لو لا مش هاخد واحده من كل، يعني مش النهارده اخد طبق املا فيه واحده في كل الاسماء. لا يبقى اصلا خلينا معتدلين. وبعدين احنا خارجين من رمضان عايزين نكون يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني جسمنا كويس وما نزيدش تاني. يعني دي مهمه قوي. فهي بسكوته او كحكايه وخلاص، حاجه واحده بس، حاجة واحدة بس. واحد في اليوم. ونشرب طبعا ميه كتير جدا جدا جدا. الميه بتقلل الوزن، يعني لو صحيتي الصبح اشربي كوبايتين ميه على ريق، ده هيقلل لك وزن جدا، هيدوب الدهون اللي موجوده في الجسم. وكمان في سنه على النبي عليه الصلاه والسلام كان الصبح او ما يصحى ياخد كوبايه ميه عليها معلقه عسل ابيض. الله. فدي بصي رائعه بتنشط الكبد وبتحرق الدهون، كانك بتاخدي احسن مضاد حيوي في العالم. فعلا، وبتقوي المناعه رائعه. بعديها بساعتين او ساعه نص ساعه ابقي افطري.
كويس. دي اولا بيديكي احساس انك شبعانه، بيديكي طاقه كبيره جدا تقدري تبقي نشيطه. فدي صحيح. جميله جدا. الميه كمان لو ما فيش عسل اشرب كوبايتين ميه الصبح على الريق. طيب بمناسبه الميه دكتوره، في البعض بيقول ميه عليها ليمون، وميه بالليمون ده صح ولا لا؟ الليمون صفر سعرات حراريه، ما فيهوش اي سعرات حراريه، بس هي كل فيتامينز بتساعد على سد الشهيه شويه وحرق الدهون وكده. بس اول ما بصحى اشرب ميه بس، ليه؟ من غير الليمون، لان معدتي حمضيه اساسا، فانا ما ازودش الايه الوسط الحامضي جوه. لكن اعمل كده بعد ما اكل خلاص اوكي، انا زودت الايه، ما فيش مشكله في معدتي، وخصوصا الناس اللي عندها قرحه ومشاكل في المعده. فما ينصحش ان احنا ناخدها كده على الريق، انما كميه اوريدي. وبعدين الانسان المفروض الشخص الطبيعي من 8 ل 10 كوبايات في اليوم يوميا ميه، دي لازم. وبعدين ما تربطش الميه انك عطشانه بانك عايزه تشربي، لا اشربي حتى لو انت مش عطشانه. صحيح. ده بيساعد كمان على تقليل الشهيه يا دكتوره أمل. مش عارفه المعلومه دي صح ولا غلط. يعني احنا كنا بنتكلم برضو من فتره على ان احنا ازاي نقلل شهيتنا، طبعا بعيدا بقى عن الادويه والحاجات اللي هي المضره دي. تقليل الشهيه ان احنا ناخد كميه كبيره من الميه وتكون موزعه على مدار اليوم. وفي جنزبيل بالليمون برضو حلو جدا، رائع، بيدوب الدهون، بيحرق دهون بشكل وبيسد النفس بقى. ده بقى فعلا عايزه تحليه بعسل. جنزبيل بالليمون. جنزبيل بالليمون وقرفه بالجنزبيل وقرفه. ممكن تعملي ثلاثة مع بعض ميكس، يعني قرفة وجنزبيل بليمون. دكتورة أمل كل سنة وحضرتك طيبة وبالصحة والسلامة، شرفتينا ونورتينا، ويعني بنشكرك على هذه المعلومات القيمة اللي سمعناها مع حضرتك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، بكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من برنامجنا بنصبح عليك. بنتمنى تكون كل الفقرات نالت إعجابكم. انتظرونا بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد ولقاء جديد، وبنصبح عليك.